معنا لمزيد من المتابعة بشأن هذا الموضوع من البصرة الإعلامي الناشط السياسي منتظر الكركوشي. أهلا بك منتظر. إذا وعود من الحكومة في بغداد، وبداية نبدأ من مصادر طبية عن 90 حالة وفاة مسجلة لدى صحة البصرة بسبب تلوث المياه. إلى أي مدى ترى أن هذه الإحصائية صحيحة مع الأعداد الكبيرة التي رصدها الإعلام؟ مساء الخير عليكم. بداية طبعا الحالات اللي تم رصدها في محافظة البصرة أكثر من هذا العدد بكثير، على اعتبار هناك إحصائيات تحدثت حقوق الإنسان عنها تجاوزت 100,000 حالة. بالتالي في هذا الموضوع الحكومة كما عودتنا لم تكن صادقة حتى في عدد الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات والتي قيدت ضد مجهول، وحتى الاختيالات التي حصلت. دائما الإحصائيات الحكومية تكون غير دقيقة وبعيدة عن الواقع. أزمة البصرة لا زالت مستمرة، ولكن شغلوا الشارع بالملف الأمني والاختيالات، وبالتالي ذابت المطالب. ربما عندما كان بداية تظاهرات المواطنين يطالبون بفرص عمل، ثم انتقلت إلى فرص العمل إلى سيد منتظر، عذرا، بخصوص فرص العمل، هناك وعود في الحكومة من الحكومة في بغداد بشأن درجات الوظيفية. إلى أي مدى تحققت هذه الوعود مع تأكيد المسؤولين بتوظيف الشباب؟ لحد الآن على أرض الواقع لم يتعين أو لم يتم تعيين أي شخص في محافظة البصرة. يعني 10,000 درجة وظيفة فقط تصريحات. المواطن البصري لم يستلم شيء سوى الرصاص، سوى يعني القتل، سوى الترهيب، سوى الخوف، لم يستلم شيء من اللجان. ولكن مفوضية حقوق الإنسان طالبت بالنزاهة بالتوظيف، هل رصدتم حالات وساطة في التعيينات لفئات معينة؟ نعم يا سيدي، نحن في العراق يعني من الطبيعي لا يوجد تعيين أو درجات عندما يتم إطلاقها من دون وجود واسطة ووجود علاقات، فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقات، ولكن المطالبات هي تكون على يعني على أقل تقدير شوية مصداقية. هذه المرة على اعتبار سقطوا شهداء ودماء من أجل هذه المطالبات، فمطالباتنا تكون يعني منصفة الحكومة في هذا الجانب. لو توفرت فعلا الدرجات الوظيفية، لا زالت هناك اجتماعات وتحرك حكومي، وهناك وفد من محافظة البصرة اتجه إلى بغداد للبحث مع الحكومة المركزية الدرجات الوظيفية 10,000 التي أطلقها السيد رئيس الوزراء قبل أكثر من شهرين. على الرغم من استمرار الحراك المدني المطالب بحقوق يعني بسيطة، ولكن السلطات الأمنية تستمر بالتعامل مع الناشطين بعنف. هل برأيك يمكن أن توقف هذه السياسة، سياسة القمع، أن توقف المطالبات الشعبية؟ نعم، لا أعتقد أن هذه الإجراءات تكون نافعة. بالعكس يعني حتى إذا تلاحظ يعني مسيرة التظاهرات منذ البداية، كلما يسقط شهيد، كلما جوبهت بعنف زادت حدة التظاهرات أكثر. بالتالي أعتقد الاعتقالات ربما سيكون ردة فعل عكسية في تظاهرات مقبلة. أنا أتحدث حتى على المدى البعيد، ربما حتى على السنوات المقبلة. هذه الدماء لا يمكن أن ننساها في هذه البصرة. ربما يعني المناسبات الدينية مثل زيارة الأربعين ومنف محرم خففوا من حدة التظاهرات على اعتبار الشارع منشغل في المناسبات المقدسة، ولكنها ربما ستعود في حال لم يجد المواطن البصري خطوات فعلية لتطبيق مطالبه ولتحقيق مطالبه. فهذه الإجراءات حتى في النظام السابق عندما يتم المواجهة بالعنف تكون ردة فعل عكسية. أخيرا سيد منتظر، الحل الأمني تطور أخيرا بعد انتشار القتل خارج إطار القانون، من المعني بحماية الناشطين في وقت تستخدم القوات الأمنية نفسها يعني العنف ضد المتظاهرين السلميين؟ طبعا الكل مهدد يعني حياته في البصرة وباقي المحافظات، على اعتبار الاختيالات لم تشمل فيها معينة فقط ناشطين أو فقط مواطنين عاديين أو فقط موظفين، الكل مستهدف. هذه ربما رسائل بأنه لا يوجد تأمين على حياة أي شخص اليوم، رغم تغيير القيادات الأمنية في محافظة البصرة، لكن لا يزال الملف في البصرة يشكل حاجز وقلق لدى المواطنين في المحافظة. تحدث رئيس الوزراء على أنه هذه
يعني في مؤتمره الاسبوعي على انها ربما تحمل رسائل سياسيه، بينما القيادات الامنيه مصره على انها جرائم جنائيه ربما، ولكن كثافه هذه او تعدادها او تكرارها بهذا الشكل هي يعني مثيره للقلق ومثيره للشك. لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا الجرأة على حمل السلاح في الشارع وامام الماره يتم الاغتيال بهذه الطريقه؟ اين كانوا هذه التصفيات العشائريه؟ لماذا هذا التوقيت؟ جميع التساؤلات يطالب اليوم المواطن البصري الاجابه عليها، وكذلك عرض المتهمين والمتسببين بحالات السياسه. شكرا جزيلا لك من البصره، هاتفيا اعلامي والناشط السياسي سيد منتظر الكركوشي.